بدأت أطياب وعبير رمضان نشمها ولو عن قرب، فالحمد لله عطر رمضان حل وضاع وطاب إن شاء الله. فبهذه المناسبة كنقول لكم والمشاهدين ديال قناة شوف تي في، رمضان مبارك كريم، وعد الله هذا الشهر إن شاء الله بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله يكون صياما وقياما مقبولين إن شاء الله، ولتطهر النفوس من كل الخبائث، ولتطهر العيون وكل الجوارح من كل شيء لا يرضي الله، ونجعل هذا الشهر شهر عبادة، شهر قرآن، شهر محبة، شهر صلة الرحم، شهر تواصل، شهر نهوض بالقلوب والعقول ديال المجتمع الإسلامي ككل. فرمضان كريم ومبارك على وجهكم، ويتعاد علينا إن شاء الله جميعا أعوام القادمة إن شاء الله.